يشرفني التواجد بينكم اليوم في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه الذي أضحى مع عامه السابع أحد الفعاليات البارزة على أجندة نقاشات المياه الإقليمية والدولية. ولقد بذلت مصر خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة للارتقاء بأجندة المياه العالمية، وتجلت هذه الجهود بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ بشرم الشيخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 بإطلاق مبادرات مؤثرة، ومنها مبادرة التكيف المائي أوير ومبادرة مبعوث الأمم المتحدة للمياه، وهي المبادرات التي سنسعى للبناء عليها بأعمال مؤتمرات كوب وعلى مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. ومن ضمن هذا الجهد الإطلاق المنتظر لتجمع المياه والمناخ بالتعاون بين مصر واليابان خلال الدورة الحالية لأسبوع القاهرة للمياه. إن اهتمام مصر البالغ بموضوعات المياه ضرورة حياة وقضية وجود، وكما استمعتم في كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن مصر الدولة كثيفة السكان فرض عليها أن تحيا في صحراء شاسعة إلا من واد ضيق ودلتا حول مصدر حياتها نهر النيل العظيم. ولقد برع الإنسان المصري منذ القدم في إدارة موارده من نهر النيل رغم حالة الندرة المائية الحادة بأسلوب كفء رشيد يعظم الفوائد ويمنع إيقاع الضرر بأي طرف. السيدات والسادة، يعد أسبوع القاهرة للمياه منصة متخصصة تتقاطع جوانبها الفنية مع أبعادها السياسية والقانونية الدولية، بما يؤكد أننا نتخذ العلم منهاجا في التعامل مع قضايا المياه، ونبحث عن الحلول العلمية القائمة على القواعد وأفضل الممارسات الدولية.